كوردنتس 1 2 3 يروح الماشين ليرنينج الديزاين ارتفيشال برين اللي عندنا ده يقول له خد الديزاين بتاعك. ساعتها المعماري هيبقى بيشرب شيشه في المهندسين، مش هيبقى بيعمل ديزاين اصلا. ساعتها ممكن فعلا المهنه تنقرض، دي كارثه يعني. بس ولذلك انا سالت سؤال في ديجيتال فيتشرز عشان الناس النقطه دي، ما كنتش شنغهاي، كانوا جايبين باتريك شوماخر بقى واسامي تاني ودكتور فيليب ودكتور ميكي اكسي وناس كتير، انا للاسف اساميهم مش حاضره في ذهني دلوقتي، بس ناس كبيره قوي يعني في مجال الاركتكشر يعني من العظماء في كل الجامعات من استراليا وامريكا واوروبا ولندن كله يعني. المهم فكانوا بيتكلموا على الاركتكشر الانتليجنس الارتفيشال انتليجنس الماشين ليرنينج، فكان الكلمة انك تروح تعمل زي كل واحد معماري يروح يصمم عقل ذكي ويروح يعمل شويه كود والعقل الذكي يبدا يحط بدايل ويديهم احسن تصميم ويبدا ان هو يحفظ حلول لوحده اوتوميتد. فسالته طب احنا ليه كل واحد يقرف نفسه؟ ما احنا نعمل عقل واحد وان ديزاين ارتفيشال برين ونوصله لجوجل وهو يمتع نفسه من النت يعلم نفسه، انا بس اطلب منه هو يديني. خاف وسكت شويه، كله سكت وهرب من السؤال، لان النقطه دي في سلسله افلام اللي هي بتاعت اللي هي يعني اسمها سكاي نت. سكاي نت كانت فكرتها قايمه ان في روبوت والروبوت ده عقل اصطناعي اتوصل بالنت اتعلم وعلم وبقى بيفكر بيذبح في البني ادمين يقول لك ده اغبي، فممكن مش هيقول لنا بقى احنا اغبياء ويقتلنا، لان ممكن نحطه بس في الكمبيوتر بس، ممكن مع الوقت هو يعمل كل حاجه. وبالتالي لما كانوا عاملين اتنين بيكلموا بعض في فيسبوك فلان هم طوروا لغه فطفوهم لان هيتكلموا احنا ما نفهمش، لما جابوا وغيره فممكن زي ما طوروا اللغه يتكلموا بيها احنا ما نفهمش، ممكن يطوروا مخ يروح يصمم مباني. يعني انا لو اديته الوعي بتاع زاحة دي برمان فوستر وغيره 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 بالاحتمالات اللي هم فكروا بيها طبعا ممكن يطلع حلول، ويبقى احنا كده متفرجين او ناس بتاعت سيريس، وطبعا ممكن هم كمان يخشوا يكتبوا كريتيك على نفسهم. انا مش عارف احنا ممكن نبقى مش موجودين اصلا، هم عايشين لوحدهم ده قائد مع بقى فكره السستينابيلتي وازاي الطاقه تبقى سستينابل، مش محتاجين بني ادمين يشغلوا المكن بقى وروبوتات بتصلح الروبوتات والطاقه جايه من الشمس والهواء والميه والبحار والانهار، وهم عايشين يتكاثروا ويصنعوا الروبوتات واحنا مش موجودين اصلا، ممكن نبقى احنا على المريخ وهم الكوكب الارض بتاعهم. والله ده قائم بعد 200 سنه مثلا، ممكن اقل من كده، ممكن من 10 سنين ربنا يستر. الله يكرمك. طب بالنسبه للعماره المستقبليه حضرتك متخيلها ازاي؟ هل شكل المباني ممكن ايه؟ العماره في المستقبل هل حضرتك متخيل شكلها هيبقى عامل ازاي؟ او هل ممكن احنا في يوم من الايام نسكن في المريخ مثلا والقمر والحتت ديت؟ انا اتخيل فكره الليزيوم في سلسله افلام اسمها الليزيوم، ولذلك لما هيك سالتني السؤال القديم بتاع المعماريين فقسمتهم لك ثلاثه، واحد بتاع فيجن، واحد بيعمل حاجه تتصنع، واحد شغال في الباك جراوند بيحولها من تصميم لحاجه تتصنع. كمان بتوع الفيجن طرحوا كل الاجابات دي من ضمنها الليزيوم، قال لك احنا ممكن في سفينه مش على كوكب اصلا، مدينه طايره في الفضاء في اللا شيء يعني زيرو سبيس. فانا متخيل ان البني ادم ان الماتيريال اصلا او كل حاجه في الدنيا عباره عن بيقولوا نظريه الاوتار المتوقف، فالماتيريال عباره عن اوتار باختلاف الترددات بيختلف نوع الماتيريال، ولذلك ممكن الحديد يعدي جوه الورق لان الترددات بتاعته تقدر تشتت ترددات الورق ده لو هنبص للدنيا من منظور ابعد بكتير يعني. فممكن العلم يوصل لطريقه ان احنا كترددات البني ادم ده، بس البني ادم ده لو بصينا له بزاويه يونيفرسال اكبر شويه ان هو يبقى بتعمل له تليبورتيشن ينتقل من مكان للتاني، وما نحتاجش اصلا ان احنا نقعد في اماكن بنوصل لها بوسائل ترانسبورتيشن او بالظبط ما اركبش ميكروباص جامعه القاهره، لا ممكن كده اروح هناك تليبورتيشن يعني ما اعرفش،
الانتقال الثاني يعني. انا طبعا انا مش بحاول ان انا اهبد يعني. لو احنا يعني شويه برضو انا بحب استخدم لغه انفورمال، بس احنا لو رجعنا للتاريخ كان في احد الصحابه لما كان واقف على المنبر بيقول الخطبه بتاعته، وجم الناس في الغزو اول ما المسلمين بداوا يكسبوا فطمعوا، فنزل لما نزلوا من على الجبل يلحقوا شويه المكاسب، فهو خد شافهم يعني ابصر بمشيئه ربنا سبحانه وتعالى، فقال لهم يا سريعه الجبل، فالناس دي سمعته فرجعت تاني. يعني المهم الفكره ان ممكن حاجه تتعمل سمها، ويعني الابليكابيلتي من وجهه نظري ابليكابل، يعني من وجهه نظري انا بمرجعيتي الثقافيه. بس طبعا احنا الاطروحه بتاعتنا لازم تحترم كل الثقافات الثانيه، بس الثقافات الثانيه بيعملوا افلام تقول ان هم برضه مستنيين في الحاجات دي. لو فتحت نتفليكس هتلاقي ملايين الموفيز اللي بتتكلم والدوكيومنتريز اللي بتتكلم على السوبر باورز والحاجات اللي هي مش متوقعه اصلا. في تجارب حصلت في روسيا في موضوع الانتقال الاني دوت، بس كانت الاجسام صلبه يعني، كانت اي خلايا حيه كانت بتموت، فالاجسام الصلبه كانت بتنفع فيها. يعني حته صلب مثلا من مكان لمكان ده كان تم فعلا. والله احنا لو عايزين نتكلم في الموضوع ده احنا ممكن نعمل لقاء تاني، بس انا بحب اهس ده. انا يعني انا ممكن في الحاجات دي اخد حضرتك لحد ما تفتكروني عبيط مثلا او مت، وده الشبه بتاعي يعني، ممكن اسويك كل اللي معانا في اللقاء. لا خلي ده خاص يعني، ممكن نعمل لقاء ونسميه يعني ما ورائيات الدماغ المعماريه، مش عارف يعني ما وراء الكون مثلا، يعني اللي هبده مش احسن مننا بحاجه. ما دام بنيبت في فيجن مفيش مشكله، عشان بس الناس اللي كانوا بيقولوا ايه حسب عمال يقول لنا الهبد والعلم ومش العلم، يعني دلوقتي بنيبت في فيجن مش في علم، مفيش منها مشكله يعني، ما جاتش علينا. ما دام في فيجن نهبدوا يا اولاد، لكن في العلم ما تهبدوش. في العلم العلم احنا بنثبت في الفيجن، الساينتفك ريسيرش قايم على ان واحد هبت في الفيجن وقال لك ما تيجي نشوف الهبل ده بيتعمل ولا لا، راح قاعد يجرب طلعت معاه بقى حقيقه. هتهبت في التخيل اهبت، هتهبت في العلم واكسب. يعني ده السلوجان بتاعنا النهارده، هتهبت في العلم واكسب. لا يعني اللي بيتكلم في العلم دليل اما النقل او العقل، عقل يجيب الادله العقليه، نقل يبين من المرجع او من الكتاب حاجه زي كده. والله توفيق تروح ان احنا ممكن المره الجايه اللي هنعمل انترفيو تاني، انا حابب ان كل من هو حاضر بيسمع يقدر يعمل مداخله ويتناقش. يعني احنا ممكن نبقى نتقابل مرات تانيه والناس تبدا تسال ونتناقش، بس خلينا نقول ان هي مش شرط تبقى في العمارات يعني. تمام. موضوع الفيجن ده انا شايف ان احنا مشكلتنا يعني، طبعا مشكلتنا علميه بس ده مش هقدر نتدارك قوي، ده ممكن يبقى في توبكس مكتوبه بريفرنسز يعني، بس شويه الناس محتاجه تفتح الفيجن بتاعها. يعني انا مش متخيل او متخيل بس بصعوبه شديده ازاي حد زي زها حبيب جالها فكره كان يتسبب ان هي غيرت شكل العالم المعماري. لو رجعنا بالزمن هي بدات امتى وشكل العالم المعماري كله بقى عامل ازاي بناء على فكرتنا يعني. فاحنا خلينا نحاول ان احنا نعمل ديسكشن للفيجن، وطبعا مش انا يعني انا هجتهد، بس طبعا ممكن نجيب اساتذتنا زي الدكتور طارق نجعي، يمكن هو من الناس يقول من هنا لثلاث سنين بقولها قدام عنده افكار ما تخلص. احنا هنجتهد بقى نجوين هذا الصباح يعني. بقول لحضرتك الموضوع بقى بالنسبه العماره، هل في رموز موجوده فيها؟ رموز انا رموز في رمز مثلا رموز؟ على سبيل المثال كان حسن فتحي رموز عن ايه؟ مثلا افكار صوفيه مثلا حد هيعمل المسجد والله يعني اخوك حسن صوفي فطلعه من الاجابه دي عشان هيتوه الناس. اتكلم اللي الناس والله يعني
هي طبعا يعني خلينا ندي مثال واحد عشان ما نكترش، عشان فعلا حشتت الكوكب انا لو اتكلمت في الحته دي. المثال المقصود او يعني لما عملوه كانوا قاصدين او لا، بس انا بالنسبه لي هو حاجه ممتازه يعني. مسجد السلطان حسن، مسجد السلطان حسن لما تيجي داخل، فانت اول ما تخش تلاقي نفسك دخلت زي اوضه، وبعدين تاخد شمال تخشك حيطه، انت مش فاهم ايه العبط اللي بيحصل ده، حيطه طرقه ضيقه جدا عاليه جدا مش فاهم. دخلت يمين ايه ده برضه نفس البتاع ده، بس طولت قوي مش عارف عالي قوي، ويمينك مره واحده في شباك ايه ده، في هواء ساقع دخل عليك، فوقيك في منور ايه ده، في هواء ساقع دخل عليك، ايه ده، في حاجه بتحصل، كنت داخل طرقه مقفوله مره واحده في هواء، شايف بره بس مش عارف بره ده فين، مشيت قدام شويه في وشك حيطه، مره واحده في شباك تاني منور تاني، بصيت شمال ايه ده مفاجاه، بتاع كبير جدا، صحن عظيم مهول، ايه ده، تطلع في الصحن ايه ده، يا لهوي، حاجه عظيمه، فراغ يونيفرسال جدا. انا اعتقد ان الهدف كان من التصميم بتاع المدخل ده ان الناس اللي جايه طبعا اعتادوا زمان ان في سوق حوالين الجامع، فانا جاي من السوق يعني صباح ونصب بقى زي ما بيقولوا بالبلدي، الدنيا تماما، فانا داخل الجامع، فالجامع ده ليه فانكشناليتي عايز احققها من خلال التصميم المعماري بتاعي، وده بيجاوب على كلمه الكونسبت زمان، عايز احقق الفانكشناليتي بتاعت الجامع، حاجه روحانيه جدا، فعايز افصل الناس، فدخلوا المجاز المنكسر ده مقطوع الضوء قليله، هواء سخن مره واحده، الشباك ضربني الهواء الساقع، شويه نور بصوت تك تك تك، مره واحده دخلت فراغ عظيم، هواء رهيب ممكن يطيرك، اضاءه رهيبه، ارتفاعات مهوله، صحن اضاءات بتاع، انا فعلا اتفصلت ذهنيا، دماغي اتبسطرت، ادراكي اتبسطر، انا دخلت ذهنيا ادراك جديد، انا في الجامع روحانيا تم اعدادي ان انا انفصلت عن اللي انا جاي منه من السوق وبقيت جوه الجامع. دي حاجة أعتقد إن هي يعني أكتر حاجة تقول عن المرجعية الثقافية للمصمم. برضو في كنائس، يعني طبعاً درسنا تاريخ عمارة، أنا مش من متخصصين في تاريخ العمارة، بس أنا دخلت كنائس زمان كانت مبنية على في بايلنز وفي بعض الحاجات القديمة، أو إنك بتدخل وتنزل تحت في حتة حلوة قوي كده، فيديك إحساس بالسبريتشواليتي وإنك انفصلت، وهنا المكان ده للناس اللي هي مركزة جامد روحانية. يعني أنا حاسس حاجة برضه المرجعية، لا حاسس حاجة، السقف أغلبه بيبقى عامل زي شكل مركب، في بعض الكنائس بتلاقي السقف تحس إن أنت تتخيل إن دي سفينة واحدة. دي حقيقة. الفكر او المرجعيه الروحانيه للتصميمات طبعا موجوده، وانا كنت اتمنى ادخل حاجه زي السمع خانه ايام ما كانت شغاله، يعني واشوف الناس دي كانت بتستخدم مكان زي ده ازاي، يعني مكان تم تصميمه بس عشان ان هو يجنريت انرجي، كايند اوف انرجي، يعني نتفق او نختلف عليها او اتفق او اختلف عليها الناس، ففي بعض المقالات العلميه اللي اثبتت استنتاجها نتيجه الايفنتات دي، يعني الناس تقدر ترجع للابحاث دي، عملها اجانب امريكان مش عرب اصلا. يعني ده موضوع كبير قوي الموضوع ده، ويمكن الناس تتكلم على الهرم نفس الكلام، الناس تتكلم على الاهرامات دي هي محاور للطاقه، وفي ناس بتتكلم على بعض الاشكال اللي بتولد طاقه زي اسمه دكتور ابراهيم. اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. المرجعيه انا دورت لي كتير وبعت له رساله، ده انا اتصلت بالمكتب قلت لهم خدوا لي ميعاد وانا هسافر له كندا، انا ما عنديش مشكله بس نتناقش انا وهو. فا طبعا المرجعيه الثقافيه للشعوب دي حاجه جميله، والروحانيات دي حاجه جميله جدا، يعني انا متذكر حاجه ما منساهاش يعني رائعه، يعني موقف رائع، يعني كنت قاعدين في المكتب فبدردش انا من زملائنا المعماريين يعني في النقطة اللي حضرتك أكثر أحد للباقي الوطن، كل حاجة كتير ممكن يقولها زميل قاعد مسيحي يعني، فلأنا عمني أتكلم فراح سأل الفكر ده خوص فلقاه، فهم يعني فالثقافات تانية حتى متفاهمة الحاجات، يعني هو ميزها على طول لما بدأ يسمعها، فده دليل على أن
الثقافات من زمان في انعكاسات روحانية في ثقافتهم، وبالتالي في أفكارهم المعمارية اللي هي جاية من انعكاسات ثقافية، يعني ده طبيعي جدا. وطبعا لو رحنا ألمانيا مش هنلاقي الكلام ده يعني، ولا أنا لسه قاري النهارده ريبورت عن معماري كان بيصمم مصنع لشركة دخان، الراجل كان في الشرق الأوسط عجبه شكل الجامع فعمل المصنع على شكل جامع والمدخنة مئذنة وقصة كده، راح المركز باتحاد المعماريين في ألمانيا فصل المعماري ده أصلا من الاتحاد، قال له أنت ملك أنت كويس ولا شوخ؟ الله جزاكم الله خيرا يا دكتور على الوقت الجميل دوت، وربنا يكرمك ونكمل لقاء تاني إن شاء الله. وانا ان شاء الله هعمل تسليم اهالي الناس، وخلينا نقول الختام بتاعنا، الختام بتاعنا للكوميونتي ان انا كنت مكلم دكتور عمر، ان شاء الله ان بيم اريبيا هي اللي هتنشر ابحاث الناس اللي هيوفقوا ان احنا نديهم $1,000 او الـ2000 او الـ3 ان شاء الله. طبعا يعني احنا مش هندي الناس الجوائز اللي في وجود بيم اريبيا ان شاء الله تشكرهم يعني. انا بس كل اللي اتمناه من ربنا، انا بقالي سنه ناوي النيه ولا سنتين من 2018 ل 2020 هي لسه ما اتحققتش، بس ان شاء الله ما زالت النيه قايمه ان شاء الله. نتمنى قبل ما 2020 تعدي يكون عملناه. والله دورنا على ان الناس تساعد، بس حسينا ان هيبقى فيها كلام ولغط، قلنا خليها كده بيور لله احسن، هنشيلها احنا اول مره، وبعد كده الورشه اللي هنعملها في المؤتمر هي تدور نفسها ان شاء الله يعني. وكلينا الشرف ان احنا بنتكلم مع حضرتك. الله يا دكتور الله يكرمك، جزاكم الله خير. وانا ان شاء الله هبعت لك كلام الناس اللي هتعرف في الاسئله، يعني ناس تعرفهم ابلغ عنهم اسلمهم ان شاء الله. ان شاء الله تحياتي للجميع. الله يكرمك. مع السلامه.